أهلاً وسهلاً بك في المدينة المستدامة. إنه أسلوب مدني جديد يتمتع بشبكة ذكية ويعمل بشكل كامل بالاعتماد على الطاقة النظيفة المولدة محلياً. ففي هذه المدينة مزارع رياح وألواح شمسية ومنشآت عاملة بالغاز الحيوي يغذيها زبل الحيوانات والنفايات النباتية. أما نظام النقل فأوتوماتيكي، أي أن سيارات صغيرة توجهها حساسات مغناطيسية تنقل السكان عبر أنفاق. المنازل بدورها متصلة، فحساسات الحركة تحل مكان مفاتيح الإنارة والحنفيات بهدف تقليص استهلاك الطاقة والمياه، وقليلة قليلة كمية النفايات. فمياه الصرف الصحي المعالجة يعاد استخدامها في المواقع الطبيعية، أما المواد الصلبة الحيوية فتستخدم في منشآت توليد الطاقة. وتعتمد هذه المدينة المستدامة على التكنولوجيا وفن العمارة على حد سواء، فلقد صممت المدينة لتحسين المساحة وتخزين الطاقة، والطرق الضيقة توفر ظلاً خلال الصيف وتسمح بدوران الهواء. الأبنية المصنوعة من الإسمنت المنخفضة الكربون تعتليها ألواح شمسية لتوليد الكهرباء وتوفير طبقة عازلة إضافية تحمي من أشعة الشمس المباشرة. حتى المواقع الطبيعية في مدينتنا صديقة للبيئة، فاختيار النباتات يرتكز على تقليص الري وتحسين دورة المياه الطبيعية، ويتعين على السكان العمل بكد للحفاظ على مدينتهم الخضراء باعتماد نمط حياة صحي ومشترك.